السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020. تابع معنا الفيديو للنهاية. أولا، بالنسبة لأسعار اللحم، سعر كيلو الفراخ الأبيض 21 جنيه، سعر كيلو مهات الأبيض 15 جنيه، سعر كيلو فراخ الساسو 27 جنيه، سعر كيلو فراخ البلدي 34 جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكيت، سعر الكتكوت الأبيض من 6 جنيه لتمانية جنيه، سعر الكتكوت الساسو من 3 جنيه لخمسة جنيه، سعر الكتكوت البلدي من 2 جنيه لأربعة جنيه. بالنسبة لأسعار البيض، كرتونة البيض الأبيض 24 جنيه، كرتونة البيض الأحمر 25 جنيه، كرتونة البيض البلدي 29 جنيه. بالنسبة لأسعار البط، سعر كيلو البط البلدي 50 جنيه، سعر كيلو البط المسكوفي 35 جنيه، سعر كيلو البط الفرنساوي 18 جنيه، سعر كيلو البط المرار 32 جنيه. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.